أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك يوم الدين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم نسألك في ساعة هذه الساعة المباركة أن تغفر فيها الذنب وأن تستر العيب وأن تفرج الكرب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعن البشرية وعن الناس أجمعين. اشفي يا ربنا آمين. كل مريض وعافي كل آمين. مبتلى وفك أسر كل مظلوم وكل أسير وفرج كرب كل مكروب واقض الدين عن كل مدين وارحم كل موحد بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا آمين. فضلها آمين. وخيرها وبركتها وهداها آمين. وعتقها، آمين. واجعلنا فيها من عتقائك من النار آمين. ومن آمين. المقبولين بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أيها الأخوة الكرام، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى، في يوم 23 من شهر رمضان المبارك. في هذا اليوم المبارك مع لقاء جديد وهو حديث الصوم، ويسعدنا في هذا اليوم الطيب المبارك أن يكون معنا عبر الأثير فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ زغلول النجار، وهو مواليد 17 نوفمبر 1933. دكتور زغلول النجار تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة سنة 1955، وكان أول دفعته بمرتبة الشرف، وتم تكريمه بالحصول على جائزة دكتور مصطفى بركة في علوم الأرض، كما أنه زميل الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية، وهو عضو إدارتها، وهو أحد مؤسسي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. دكتور زغلول النجار، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا يا أخي الكريم، جزاك الله خير، سعدنا بحضورك وتشريفك وتكريمك لنا. بارك الله من فيك، عليك بالصحة الله. والعافية، وأن يبارك فيك، آمين، وأن يديم آمين. عليك آمين. الخير كله، اللهم أمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. معنا آمين. فضيلة الدكتور زغلول النجار، اليوم هو عالم من أعلام الدعوة وعالم من أعلام الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأنا أحببت أن أتحدث عنه في البداية، لكنه قبل الخروج إلى لايف قال لي أرجو ألا تتحدث ونستفيد بالوقت في المحاضرة، وعلى من أراد أن يعرف، وإن كان الدكتور زغلول هو عالم، يعني كما يقولون عالم في رأسه نار، هو معروف، من أراد أن يعرف فيرجع إلى المصادر الموجود فيها كل هذا، فحبينا نستفيد بالوقت مع فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار. الحقيقة يعني أن للثرى أن يطأ الثريا، لما أنا أقدم لحضرتك والله أنا عاجز عن التقديم وعاجز عن الحديث، لكن لي شرف المحاولة ولي شرف يعني الصحبة، الله يكرمك، يعني نسأل الله كما صحبناك في الدنيا أن نصحبك في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم دكتور زغلول، ويديمك آمين. على رأسنا عزا ونورا وتاجا، آمين آمين، ويثبتك حتى نلقاه على خير. خير إن شاء الله رب العالمين. طيب أبدأ بحمد الله. تفضل دكتور. أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحيات الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. وبعد، فنعلم جميعا أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين الموحى به إلى خاتم أنبيائه ورسله، والمحفوظ بين دفتي المصحف الشريف، محفوظا حفظا كاملا، كلمة كلمة وحرفا حرفا، بنفس لغة الوحي التي أوحي بها اللغة العربية. وقد تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذا الكتاب، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على هذا المدى الطويل دون أن يضاف إليه أو أن يختصر منه حرف واحد هو من أعظم معجزات هذا الكتاب العزيز، وهي ميزة لم يتمتع بها أي كتاب سماوي آخر مع إيماننا بها جميعا. فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له سائل: يا رسول الله، من أول الأنبياء؟ فقال: آدم. اندهش السائل، يقول: أو نبي كان؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نبي مكلم، نبي كلمه الله. يقول: كم وفى عدد الأنبياء؟ فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: جم غفير، 100,000 و24,000 نبي.
كم من هؤلاء الرسل؟ قال صلى الله عليه وسلم 310 رسولا، يعني 315 إلى 317 رسول. نحن نؤمن بها جميعا دون تفريق ودون تمييز، ولكنها كلها ضاعت ولم يبق من بعضها إلا ذكريات نقلت مشافهة من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد، وتعرضت للنقل من لغة الوحي الأصلية إلى لغات مختلفة عديدة. وتجربتنا مع القرآن الكريم حينما يترجم إلى لغة والأصل العربي موجود، نجد أن الترجمة لا تفي حق الوحي السماوي أبدا، يعني بأي شكل من الأشكال. فطبعا تعرضت هذه الرسالات السابقة أو ما بقي منها من ذكريات إلى التحريف والتزوير يعني التغيير عبر التاريخ حتى وصلت إلى العصر إليه الآن. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أيضا أن الله الذي أنزل كل من التوراة والزبور والإنجيل والقرآن الكريم ومن قبلها صحف إبراهيم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء وإن تحدثت عن وحي السماء. لذلك نقول أن القرآن الكريم وهذا شهر القرآن الكريم له حق علينا أن نعرضه على كل أهل عصرنا بالأسلوب الذي يناسب كل مثقف، الذي تخصصه علمي نكلمه بهذه الإشارات العلمية التي جاءت في كتاب الله، تخصصه ديني نكلمه في يعني قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، الاقتصادي نكلمه في الإشارات الاقتصادية، الإداري الإشارات الإدارية، التاريخي الإشارات التاريخية، وهكذا. فأقول أن القرآن الكريم بما أنه كلام رب العالمين يعني هو كتاب لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب العزيز إلا ورى منها وجها من أوجه الإعجاز فيه. وقد يعني بجهد المقل يعني حصيت أكثر من 25 وجه من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. لكن غالبية علماء التفسير وعلماء اللغة ظلوا إلى يومنا هذا يصرون على أن وجه الإعجاز الوحيد في كتاب الله هو بيانه هو نظمه، وهذا الحقيقة تحجيم لفضل هذا الكتاب العزيز، لأنهم انطلقوا من قضية أن كل نبي وكل رسول كان ربنا تبارك وتعالى قد آتاه معجزة أو أكثر من معجزة تشهد له بالنبوة أو تشهد له بالرسالة أو بهما معا، وهذه المعجزات كانت مما تميز فيه أهل عصره. فموسى عليه السلام بعث في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فأتاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحر. وعيسى عليه السلام بعث في قوم كان الطب قد بلغ في زمانهم شأوا عظيما، فأتاه الله تعالى من المعجزات ما تفوق بها على طب أطباء عصره. فقالوا أن الميزة العرب في زمن الوحي كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، ولذلك نقول أن الذي هز العرب يعني من إعجاز القرآن الكريم هو بيان ونظم. ولا زال إلى يومنا هذا بعض كبار علماء التفسير يصرون على وجه الإعجاز الوحيد في القرآن الكريم هو نظمه بيانه لغته. ومع تسليمنا من النظم القرآن الكريم المعجز، إلا أن النظم يبقى إثارة للمحتوى، والمحتوى أهم من الإطار. محتوى القرآن الكريم الدين بركائزه الأربعين الأساسية، فإذا نظم في العقيدة وجدنا ما يشهد القرآن بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. العقيدة في القرآن الكريم تختلف تماما عن عقائد أهل الأرض جميعا. إذا نظرنا في العبادات نجد وجها من أوجه الإعجاز في كتاب الله، لأن عبادة المسلم تختلف اختلافا كليا عن عبادة غير المسلم. دستور الأخلاق في القرآن الكريم يختلف تماما عن دستور الأخلاق عند غير المسلمين، والذين درسوا ذلك لم يجدوا بدا من أن يسلموا. حقيقة فقه المعاملات في الإسلام لا نظير له عند غير المسلمين. لذلك أقول أن العقيدة معجزة، العبادات معجزة، الدستور الأخلاق معجز، فقه المعاملات معجز. ومن مما لفت نظري وحكم تكوين العلمي أني وجدت أن في القرآن الكريم أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة
تتحدث عن أشياء هذا الكون، السماوات، الأرض، الجبال، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، البروج، الرعد، البرق، المطر، كثير من النباتات وثمارها، كثير من الحيوانات ومنتجاتها، وصف مراحل جنين البشري بدقة فائقة. يعني هذه الآيات التي نسميها الإشارات الكونية في القرآن الكريم لم ترد من قبيل البيان العلمي المباشر، لأن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، يعني ليس كتابا علميا متخصصا. هي جاءت هذه الآيات في مقام الشهادة لله الخالق سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه وبالقدرة على الإبداع في الخلق. لذلك نقول هذه الإشارات لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها. اللغة مطلوبة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكن لابد أن نضيف إلى اللغة الحقائق العلمية بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى نصل إلى شيء من دلالة هذه الإشارات. هذا إذا وصلنا لهذه المرحلة نستطيع أن نثبت لأنفسنا أولا ولغيرنا ثانيا سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم من هائل من حقائق العلم قبل أن يصل إليها الإنسان بقرون متطاولة. وهذا هو الذي نسميه باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ليه؟ لأن لم تكن أدوات الكشف عن هذه الحقائق موجودة عند أي إنسان، لم يكن في زمن الوحي النبوي الشريف أي إمكانية لرؤية هذه الأشياء. يعني لدينا أستاذ مشهور كندي في علم الأجنة اسمه كيث مور، هذا الرجل تخصص في دراسة علم الأجنة وبرع في ذلك براعة كبيرة، ودعي لمؤتمر طبي في المملكة العربية السعودية. والله يا أخي الكريم ولا يهون الإخوة المستمعين، بمجرد أن عرضت عليه الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن مراحل جنين البشر، وقف في اليوم التالي يلقي محاضرة في جامعة الملك فيصل بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة. فبدأوا يسألوه كيف مور كتابه هذا، عنده كتاب اسمه الإنسان النامي The Developing Human، هذا الكتاب طبع عدة طبعات وترجم إلى أكثر من 8 لغات ومنع عليه جوائز من كل أنحاء العالم ويدرس في غالب كليات الطب في العالم. هذا الرجل والله وقف بقائد محاضرة يسألوه الحضور، هل معنى هذا أنك تؤمن بأن القرآن وحي من رب العالمين؟ قال لا أجد أي صعوبة في قبول ذلك. هل معنى ذلك أنك تقبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أجد أي صعوبة في قبول ذلك. ثم وافق على إعادة طبع كتابه هذا، وهو كتاب نفيس للغاية، الإنسان النامي بالإضافات الإسلامية القرآن والسنة، وأصبح هذا الكتاب ورقة دعوة راقية. والله يعني لو وضعت نسخة من هذا الكتاب في كل كلية طب في العالم لأسلم أغلب أهل الأرض. وهذا هو الشطر الأول من حديثي معكم، هو الاهتمام، ضرورة الاهتمام بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وأنا أفضت في هذا الموضوع إفاضة كبيرة من أول رمضان إلى الآن بمحاضرات في مختلف البلدان عن طريق السكايب وعن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي هذه، وتجدوه على صفحتي في الفيسبوك وفي اليوتيوب أيضا. لكن الذي أود أن أقوله، يعني كثير من الناس يهودون من هذه العملية، يقول العلم يعني كله فروض ونظريات وقابل للتغير والقرآن ثابت، كيف يمكن لنا أن نقابل الثابت بالمتغير؟ وأنا أقول أن هناك ضوابط للتعامل مع هذه القضية، وأنا وضعت 25 ضابط وغير من العلماء وضعوا، وأضع هذه الضوابط في كل موسوعة كتبتها عن الإعجاز العلمي في القرآن أو في السنة. من ضمن هذه الضوابط ألا يوظف في الإعجاز العلمي إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. لا نوظف الفرض لأن الفرض قابل للسقوط، لا نوظف النظرية لأن النظرية قابلة للتغير، لكن الحقائق العلمية الثابتة. والعلم إذا وصل إلى مقام الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية الصحيحة لا ينقلب على ذاته، قد يضاف إليه ويتوسع فيه لكنه لا ينقلب على ذاته أبدا. الشرط الثاني وهو الأهم عندي،
أن احنا حسن فهم دلالة الآية القرآنية الكريمة، لأن تفسير هذه الإشارة في كتب التفسير على فضل السابقين، يعني السابقين كلهم لهم فضل كبير في خدمة كتاب الله، ولا يعني أقلل من دورهم أبدا، لكن يعز علي أن في من يكتب من المعاصرين يكتفي باللغة في تفسير الآية القرآنية الكريمة، واللغة غير كافية. والأضرب لحضراتكم بعض النماذج، عندنا آية في سورة البقرة الآية 29 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كل كتب التفسير المعاصرة القدامى لا ألوم عليهم، كلهم يقولون معنى هذه الآية الكريمة أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا غير صحيح، لأن الذي ينظر في بنية الكون الذي نحيا فيه يدرك أنه كون شديد الترابط، شديد التماسك، شديد الالتحام، لا يمكن أن يكون جزء منه قد خلق قبل جزء الآخر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في سورة فصلت: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالأرض والسماء خلقتا في لحظة واحدة. طب ما معنى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء؟ يا السماء موجودة والأرض، فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. العلم يؤكد لنا الآن على أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. فقال عز من قائل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وكيف تميزت الأرض؟ يقول لنا العلم الآن أن أرضنا بدأت كومة من الرماد، ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، العناصر الخفيفة الهشة، ثم أنزل الله تعالى عليها الحديد، كما ينزل الحديد الآن بملايين الأطنان كل سنة على هيئة النازك والشوك. ولكن في البدء كان إنزال الحديد بكميات كبيرة جدا. الحديد بكثافته العالية وسرعته الكونية الهائلة اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها. وعندما يكون لدينا جسم كوني يتحرك بسرعة كونية ويقف، تتحول هذه السرعة الكونية إلى حرارة عالية جدا يسميها العلماء حرارة. هذه الحرارة صهرت الحديد ومايزت نسبة الحديد في كومة، وصارت كومة الرماد أيضا ومايزت نسبة الحديد في هذه الأرض الوحيدة. اختلاف نسبة الحديد في داخل الأرض من 90% في قلب الأرض إلى 5.6% في قشرتها هو الذي مايز الأرض الأولى إلى سبع أرضين. وقد احتار العلماء في القديم أين الأرضون السبع، لماذا لم يذكر القرآن الأرض بالجمع أبدا؟ يعني ذكرت الأرض 461 مرة كلها بالإفراد، أما السماء ذكرت بالإفراد وبالجمع وبالتعريف وبالتنكير في 310 مرة. طيب ما حدش يحتار العلماء أين الأرضون السبع؟ لم يفسر لنا إلا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاءت في مقام التنبيه على تحريم الظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتصب جبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين في إشارة أخرى. يقول: إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. فأول إشارة إلى أن الأرضين السبع كلها في داخل أرض هذه جاءت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يكثر من الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أضلن، ورب الأرضين السبع وما أقلن. يعني إشارات هائلة إلى أن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه. الآن أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل بين هذه الأرضين السبع بدقة شديدة. لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم ثلاثة أوشحة: وشحة أسفل، وشحة أوسط، وشح أعلى ما دون القشرة والقشرة. فنزال الحديد كان حدثا كبيرا في تاريخ الأرض، في تهيئة الأرض لاستقبال الأحياء. لذلك خص ربنا تبارك وتعالى الحديد
بصورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة الحديد. والحديد واحد من 105 عنصر يعرفه الإنسان، وهو العنصر الوحيد الذي سميت باسمه سورة من صور القرآن الكريم، لأن هذا كان أكبر حدث في تهيئة الأرض لاستقبال الحياة. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ما كان أحد في العالم كله يعلم أن الحديد أنزل إلى الأرض إنزالا، والآية تشبهه بإنزال الرسالات السماوية. ولم يعرف الإنسان هذه الحقيقة إلا في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. هذا السبق القرآني هو الذي نسميه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وفي نفس الوقت نحن نخدم تفسير الآية، نعين القارئ على فهم دلالة هذه الآية الكريمة. هذه الآية من أحب آيات القرآن الكريم إلى قلبي، والقرآن كله محبب إلى القلب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ولذلك ذكر السماء بالإفراد وبالجمع وبالتنكير وبالتعريف، لأن كل حالة لها دلالة معينة قد لا يتسع المقام لعرضها. عندنا آية أخرى كريمة في سورة الأعراف، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. كل كتب التفسير الحالية تقول هذا عن تبادل الليل والنهار الآن، وهذا غير صحيح. الآية تكلم عن بدء الخلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يطلبه حثيثا، يطلبه بسرعة فائقة. في أواخر القرن العشرين ثبت للعلماء أن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق كانت ستة أضعاف معدلها الحالي، فكان طول الليل والنهار معا 4 ساعات، وكان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم. والله لم يفقه العلماء الماديين هذه الحقيقة إلا بعد مجاهدة طويلة، واستغرقت آلاف العلماء حتى وصلوا إلى هذه الحقيقة، أن الأرض في بدء خلقها كانت تدور حول محورها بسرعة فائقة تبلغ 6 أضعاف معدلها الحادي، فكان طول الليل والنهار معا 4 ساعات، عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم. وهذا مدون في جذوع الأشجار وفي هياكل الحيوانات، يعني ليس كلاما ظنيا، كلام يمكن قياسه بدقة شديدة وتمت دراسته. طيب، سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة وحدها والله كافية أن تقنع أكبر علماء الأرض بقبول الإسلام دينا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هي 6 مراحل متتالية ليست من أيام الأرض، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه بسرعة فائقة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والله أخي الكريم، لما نروي هذا الكلام لعلماء كبار علماء الأرض لا يملكون إلا أن يسجدوا والله العظيم خضوعا لله سبحانه وتعالى، لا يملكون إلا ذلك. فأقول خدمة فهم هذه الإشارات التي لا تمكننا اللغة وحدها على فهمها، أولا خدمة للقرآن الكريم لنفهم دلالة الآية، ثانيا ورقة دعوة راقية للإسلام في زمن يتعرض فيه المسلمون لمؤامرات إفناء كامل لا يعلم إلا الله خبث المؤامرات التي تحاك للعالم العربي والإسلامي من ظل يعني ناس لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالحساب ولا يؤمنون بالجنة ولا بالنار، وهم يكيدون للإسلام والمسلمين بليل، يعني ليل نهار يكيدون لذلك. حتى يعني هذا الفيروس الذي هز الأرض في هذه الأيام هي محاولة من محاولة الحرب البيولوجية التي يحيكها علماء الغرب بقيادة قيادة سياسية لا دين لها ولا إيمان عندها ولا فهم لرسالتها في هذه الحياة. هم يخافون
من زيادة نسبة الناس على الأرض فيعملون على إبادة البشرية. وليس هذا كلام جديد، هذا من القرن 19 الميلادي. مالتيوس الذي هذا الاقتصادي البريطاني الشهير الذي قال أن عدد سكان الأرض يتضاعف مرة كل 25 سنة والإنتاج لا يسير بنفس النسبة، فلابد لنا من العمل على الحد من الكثافة السكانية بأي شكل، طلب بإيقاف الزواج، بعدم الخلفة، بتعقيم الناس. والذي يدور الآن يعني في الساحة العالمية إنتاج يعني أوبئة تقضي على نصف سكان الأرض أو ثلاثة أرباع سكان الأرض. مالتيوس يقول لا يجوز أن يزيد عدد سكان الأرض عن نصف مليون نسمة. هناك نصب تذكاري في إحدى الولايات الأمريكية يعني مكتوب عليه بلغات العالم كله لا يجوز أن نسمح لسكان الأرض أن يزيدوا عن نصف مليون نسمة بهذا الوضوح. ويقول لا بد من توحيد معتقدات الناس ومفاهيم الناس ويعني دين الناس عندهم دين، يعني يدعون إلى إبادة هذه الأمة التي تحمل آخر رسالة السماوية وأتمها وأكملها وأشملها. آية ثالثة في سورة الإسراء يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. كل كتب التفسير القديمة قالت آيات الليل والنهار لا يراهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس. ولعل المقصود بما حولنا آية الليل أن يعني القمر كان نجما متوهجا مضيئا بذاته فأطفأ الله جذوته. وهذا الكلام علميا غير صحيح. أولا كتلة القمر لا تسمح له بأن يكون نجما، ثم لو أنه كان نجما لأحرق الأرض، هو أقرب أجرام السماء إلينا، بخر الماء وخلخل الهواء وقضى على الأحياء. طيب بعضهم يقول أن ما حولنا آية الليل لعله السواد الذي في القمر. طب القمر طول عمره أسود، يعني إيه اللي تغير عليه؟ لم يتغير عليه شيء. العلم يقول لنا الآن أن الله تعالى من رحمته بنا جعل لكوكب الأرض نطق حماية متعددة، لأن الكون من حولنا مليء بالأخطار، فجعل نطاق المناخ الذي يغلف الأرض مباشرة، ثم نطاق الأوزون الذي يمنع عنا الأشعة فوق البنفسجية، ثم النطاق المتأين وبداخله أحزمة الأشعة، ثم النطاق المغناطيسي، ثم النطاق الحراري، ثم النطاق الخارجي. هذه كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى. وبدراسة هذه النطق اتضح أنها يزداد سبكها عاما بعد عام. فإذا عدنا إلى الوراء يعني بهذه الزيادة مع الزمن تأتي لحظة لم تكن أي من هذه النطق موجودة، فكانت الأرض تنار بالأشعة الكونية، وكانت بالليل تنار بالليل بالأشعة الكونية وبالنهار بأشعة الشمس. ولكن يعني قبل أن يخلق الله الخلق حجب عنا هذه الأشعة الكونية وأشعة قاتلة بهذه النطق المختلفة، وهذا من رحمة الله تعالى بنا. لذلك نقول لابد لنا من أن نوظف كل الحقائق العلمية المتاحة في خدمة فهم كتاب الله الذي لا تنتهي عجائبه ولا أغلق على كثرة الرب. هذه ثلاث آيات يعني عرضتها عليكم، وإذا كان الوقت يتسع لمزيد من الشرح أستمر. نعم 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 دكتور. طيب. ما زلنا تفضل حضرتك. طيب يقول ربنا تبارك وتعالى في تشبيه أعمال الكفار يوم القيامة، يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وكل المسلمين يقولون هذه الآية في الأعمال الجيدة التي يقوم بها الكافر أو المشرك، يأخذ جزاء في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة. طب أما أعمال سيئة شبهتها الآية التالية، يقول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله كل الذين فسروا هذه الآية الكريمة من كرام الإخوة المفسرين يعني فسروا اللغة فقط، لكن الآية فيها من المعاني العلمية ما يذهل العقل حقيقة. أو كظلمات في بحر لجي، أولا جمع الظلمة، والقرآن الكريم دائما يفرد النور ويجمع الظلمة، لأن الظلمات متعددة متكررة والنور واحد. أو كظلمات في بحر لجي، البحر اللجي البحر العميق المتلاطم الأمواج، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. يعني المفسرين القدامى قالوا لعل الأمواج السطحية تتلاطم مع بعضها البعض فيركب بعضها بعضا، لأن ما كان أحد يتخيل أن كتلة الماء في داخلها أمواج أبدا. يعني فقالوا يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. يعني في بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اكتشف العلماء أن هناك أمواج داخل كتلة الماء تفوق في أطوالها وفي ارتفاعاتها وفي عنفها الأمواج السطحية بعشرات الأضعاف. طيب من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك لو لم يكن موصولا من الوحي ومعلما من قبل خالق السماء والأرض؟ أو كظلمات في بحر لجي، يعني هناك أمواج في كتلة الماء داخل كتلة الماء تفوق في أطوالها وفي عنفها الأمواج السطحية بعشرات الأضعاف. يعني من الذي على مشروع ذلك صلى الله عليه وسلم؟ والله لم يكتشف ذلك إلا بحادثة بالصدفة. يعني الإنجليز كانوا بيوصلوا خط تليفون من لندن إلى بومباي، لأن كان بدأت المطالبة بالاستقلال في الهند عن بريطانيا، ويعني بدأ بابه ما حبوا يثبتوا وجودهم العسكري في الهند، فعملوا خط بحري وحموه حمايات هائلة جدا، يعني حوالي نصف متر لفافة حوالين هذا الكبل، وجربوا الخط اشتغل، وجاءت الملكة تفتح الخلق لم يعمل الخط، فشعروا بخيبة أمل كبيرة. وبعض غواصات تجوب البحر الأبيض المتوسط وجدوا الأمواج الداخلية قطعت هذا الكبل، يعني فعرفوا الأمواج الداخلية، ولولا هذا الحادث ما عرفوه أصلا. لذلك هذا سبق قرآني يشهد بهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صعدا بشريا. العلم يقول لنا إيه الآن؟ أن السحب أول ما يحجب جزء من أشعة الشمس عنا، السحب تحجب عنا 49% من أشعة الشمس، ولا يصل سطح البحر إلا 51% فقط. الأمواج السطحية ترد يعني أغلب أشعة الشمس 40% أشعة الشمس، ولا يدخل كتلة الماء إلا 11% فقط من أشعة الشمس. هذا النور الأبيض الجميل الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار هو نور مؤلف من 7 ألوان يسمونها ألوان الطيف، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. لما يدخل النور الأبيض الماء يبدأ يتحلل إلى أطيافه ويمتص كل طيف على عمق معين، غواص على عمق أكثر من 10 أمتار لا يرى الدم، يشعر بالألم لكنه لا يرى الدم، ويبدأ الأطياف تمتص واحدة وراء الثانية وأطولها الأزرق، ولذلك يبدو لنا ماء البحر باللون الأزرق كما تبدو السحب باللون الأزرق، لنفس العملية تقدم فوق. طيب يعني لما يصل للأمواج الداخلية لا يمر الشيء أبدا، فأعماق البحار في ظلمة كاملة، متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات، يعني أعمق المحيطات يزيد عن 11 كيلومتر. طيب النور الذي يعني يمن به علينا ربنا تبارك وتعالى في وضع النهار لا يتجاوز 1 كيلومتر من مياه البحار والمحيطات، فقيعان البحار العميقة والمحيطات تعيش في ظلمة كاملة. إذا قال يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، وعين شوف العظمة يقول ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ويقول وإن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كان العلماء يتخيلون أن لا توجد حياة إلا في 100 متر العليا من مياه البحار والمحيطات،
لكن لما نزلوا إلى قيعان البحار والمحيطات وبنوا غواصات عملاقة عشان يصلوا إلى هذه القيعان بحثا عن بعض الثروات المعدنية، فوجئوا بحياة زاخرة في هذه الظلمة الشديدة، واستغربوا كيف تعيش هذه الكائنات في هذه الظلمة الكاملة، كيف تتناول غذائها، تهرب من مفترسيها، كيف تتحرك، كيف تعيش. وجدوا أن الله سبحانه وتعالى قد زود كل كائن حي في هذه الظلمة بمركب كيميائي معين وإنزيم معين، غدتين، غدة تفرز مركب كيميائي وغدة تفرز إنزيم، يصب الإنزيم على المركب الكيميائي يطلع النور، نور له طريقه. وانظر إلى روعة التعبير القرآني، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المقصود أن الإنسان الذي هذا المخلوق المكلف الذي يحيى على هذه الأرض إذا لم يتصل بالهداية الربانية لا يمكن أن يجد له هداية. وما نجد تطبيق لهذه القاعدة في ظلمة قيعان البحار والمحيطات. وأختم بآية ظهرت كل علماء الأرض، قسم من الله سبحانه وتعالى وهو الغني عن قسم العباده بالبحر المسجور في سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. كل علماء التفسير قالوا سجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه، وقالوا مش ممكن يكون المقصود بالوصف المسجور هنا هو يعني إشعال النيران إلى درجة الاحمرار، لأن الماء والنار من الأضداد، النيران تبخر الماء والماء يطفئ النار. فقالوا نبحث عن معنى لسجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه. وجدوا معاني سجرة ملأ وكفى، فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة. وهذا صحيح، لأن يعني الله سبحانه وتعالى ملأ منقضات الأرض بالماء وحبسها عن الطغيان على اليابسة. بعض المفسرين قال لعل المقصود بها يعني وإذا البحار سجرت، يعني في الآخرة وإذا البحار سجرت، هذا لا يعني البحر المسجور القسم في مطلع سورة الطور كله بأمور قائمة في حياتنا حاليا، فلا يجوز التأويل. يعني بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت حرب استنزفت أغلب ثروات الأرض، لاحظ العلماء أن مياه المحيطات تلقي على الشاطئ كرات من الحديد، من المنجنيز، من النحاس، فقالوا لابد أن قيعان المحيطات مليئة بهذه الثروات، فنزلوا إلى قيعان المحيطات للبحث عن هذه الثروات، ففوجئوا بأن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها العميقة قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. وانظر إلى روعة التعبير القرآني والبحر المسجور. ويقول علماء المحيطات الآن أن جميع محيطات الأرض وأعداد من بحار على مكة البحر الأحمر قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ هذه الجذوة بالكامل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وجاء العلم اللي يؤكد لنا على صدق كل حرف قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة أبدا، يعني من اللي كان يضطر أن يقول هذا الكلام لو لم يكن بيانا من رب العالمين ليشهد له بالنبوة ويشهد له بالرسالة. ولعلي ما أطلت عليكم وأتوقف هنا في انتظار أسئلتكم. أكرمك الله دكتور، بس نبدأ من حيث انتهيت حضرتك، وأنا كنت لسه بكتب الحديث وحضرتك استشهدت بالحديث، فإن تحت الماء نار وتحت النار ماء. أنا عاوز توضيح أكثر في هذه النقطة، قضية البحر المسجور، عندما ذكرت العلماء في الحرب العالمية نزلوا إلى أسفل فوجدوا أن البحر المسجور، ثم أنا لسه مش مستوعب كيف المسجور ثم تحت منه ماء، ممكن توضح أكثر لنا المشاهدين؟ طيب حاضر. يعني هو الناس لا تدري أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، يعني كل ما يقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والعلم يقول لنا الآن أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض،
وعندما تفور البراكين نلاحظ أن بخار الماء يشكل الغالبية الساحقة من الغازات المندفعة من وسط نيران البراكين. فالبراكين تحت قشرة الأرض مليئة بالماء، ولكن ملاء ماء مختلط بهذه النيران ولا ينفلت إلا ما يزول عنه الضغط. فقيعان البحار فيها صدوع عميقة تتراوح في العمق يعني إلى 85 كيلومتر، 85 كيلومتر صدوع عميقة، فتندفع منها هذه النيران يعني تبخر الماء قليلا، يصعد الماء يجد فوقه ماء بارد يتكثف في عود يبرد هذه الصخرة قليلا تندفع صخرة جديدة. هذا التوازن بين النيران والماء فوق عن كل محيطات الأرض وأعلام بحارها أمر مذهل للغاية. والله أنا عندي ثلاث أفلام لقاع المحيط الأطلسي وقاع المحيط الهادي، يعني شيء يعني مذهل للغاية حقيقة، يعني لا يكاد العقل أن يصدقه، أن تلتقي الماء والنيران فوق عن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها، للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جدوى هذه النيران، ولهذه النيران على شدتها 1000 درجة مئوية لا تبخر هذا الماء بالكامل. وهذا جعله ربنا تبارك وتعالى وسيلة تدفئة للكائنات الحية التي تعيش على هذه الأعماق. ولذلك في الصور نجد أن هذه الكائنات تتكدس حول فوات البراكين، الماء حواليها بارد وحول البركان الماء دافئ. نعم أحسن دكتور، الله يرضى عليك وتقبل منك. أنا عندي سؤال يشغلنا منذ فترة في قضية الإسراء والمعراج، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السموات العلى. سبقت المعراج رحلة الإسراء من مكة المكرمة إلى بيت المقدس. نعم. وهناك آية في القرآن الكريم تقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل السماء دخلها في حديث الصحيح كان جبريل يطرق الباب فيقولون من، فيقول جبريل وقيل ومن معك، فيقول محمدا أو قد بعث إليه، ويدخل باب ثم باب هكذا. هناك دراسة يعني أنا قرأتها في علم المحدود أن هناك أبواب للسماء في أماكن محددة وليست هكذا في أي مكان، واستدلوا أن أمريكا عندما أرادت أن تختبر بعض صواريخها وكذا تذهب إلى أماكن معينة في المحيطات وهناك قريبة من أفغانستان وإلى غيره لتجرب وليس في أي مكان. هل حضرتك السماء بالفعل لها أبواب وليس أي مكان مفتوح؟ لا، هذا فهم غير صحيح. السماء بناء شديد الأحكام، شديد الترابط، شديد التماسك، لكن إرادة الله لا تقف أمامها إرادة. يعني إذا أمر ربنا بفتح باب في السماء يفتح، بس لا توجد أبواب للسماء. وموضوع أن يعني الروس أو الأمريكان أو الفرنسويين كانوا يتخيرون أماكن معينة لإطلاق الصواريخ هو لتجنب زخات الشهب والنيازك. نعم. هما يخافون لو النيزك ضرب مركبة فضاء يدمرها بالكامل، فهو مسارات النيازك والشهب معروفة محددة، فهم يتحاشون هذه المسارات حتى لا تصطدم المركبة وهي صاعدة بنيزك يضربها فيدمرها بالكامل. وكثير من الناس أيضا بيتخيل، وأنا سمعت ذلك في الأردن الحبيب هنا، يعني كثير من الخطباء يقولون أن السر في الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء من مكة المكرمة إلى القدس الشريف قبل أن يصعد به إلى السماوات العلى أن بوابة السماء فوق القدس، يعني أو فوق الأقصى مباشرة. هذا كلام غير صحيح. الهدف من ذلك هو التأكيد على أن حرمة الأقصى من حرمة الكعبة المشرفة، لا يجوز للمسلمين أن يفرطوا في الأقصى، لأنهم إذا فرطوا في الأقصى كأنهم فرطوا في الكعبة المشرفة. فقال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قل سأل يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. الفترة بينهم قال 40 عاما أو 40 سنة. يعني اللي بنى الكعبة الملائكة، لأن هذا بنيت قبل خلق الإنسان، والذي بنى الأقصى هم الملائكة، الذين بنوا الكعبة هم الذين بنوا الأقصى. فهاتان بقعتان مباركتان ويضاف إليهما
يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدن الثلاث لا يجوز أن يكون لأحد ولاية على أي منها إلا للمسلمين الذين يؤمنون بكل أنبياء الله وبكل رسالة السماء، ولا يفرقون بين الناس على أساس من الدين أو العرق أو المذهب أو غير ذلك. نعم أحسن دكتور. واضح حضرتك كلام حضرتك أن في هناك التفسير العلمي للقرآن وهناك الإعجاز العلمي للقرآن. يعني أنا الآن لاحظ بيشفق على المفسرين القدامى جدا عندما كانوا كيف كانوا يفهمون فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، كيف كانوا يفهمون والسماء والطارق وما أدراك ما طارق النجم الثاقب، كيف كانوا يفهمون فلا أقسم بمواقع النجوم مثلا، وحضرتك لك فيها كلام كثير بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم لو تذكرنا حضرتك بهذا المعنى. هو طبعا من رحمة الله بنا أنه جعل النجوم بعيدة عنا جدا، فالشمس وهي أقرب نجم إلينا تبعد عنا بمسافة تقدر ب 150 مليون كيلومتر في المتوسط، 150 مليون كيلومتر. إذا انبثق الضوء من الشمس يصل الأرض بعد 8 دقائق وثلث، تكون الشمس تحركت آلاف الكيلومترات بعيدا عن الموقع الذي صدر منه الضوء، فنحن لا نرى الشمس ولكن نرى مواقع مرت بها الشمس، فما بالك بالنجوم التي تبعد عنا يعني ملايين السنين الضوئية، ما بالك بهذه النجوم لا نراها أبدا، بل أن العلم يثبت أن هناك نجوم انفجرت وتلاشت وفنيت ولا زال ضوءها يصلونا في كل ليلة. الضوء يعني حتى الشمس منها. حتى الشمس التي نراها هي ليست الشمس بهذا موقعها؟ لا، هذا موقع كانت فيه الشمس، يعني حتى الشمس بقول حضرتك إذا انبثق الضوء من الشمس وصل إلى الأرض بعد 8 دقائق وثلث، سرعة جري الشمس في مدارها أسرع من ذلك بكثير، فعلى ما يصلنا ضوءها تكون انتقلت إلى مكان مختلف تماما، فنحن لا نرى الشمس، وهذا من رحمة الله تعالى بنا نرى صورة للشمس كانت في بقعة من بقاع السماء وتحركت عنها. والله أنا تهت. أكرمك الله دكتور، ربنا يفتح لك فتوح العارفين يا رب. طب في عندي يعني بمناسبة احنا في عندنا في أحداث كوفيد 19 أحداث كورونا، في أخ اسمه مروان مرزوق سألني سؤال من امبارح وحبيت أقول يعني أذكر اسمه للأمانة. أخونا مروان بيقول مدى تأثير فيروس كورونا على كوكب الأرض إيجابا وسلبا، وجهة نظر حضرتك في الموضوع، هل كورونا بتأثر بالإيجاب أو السلب على كوكب الأرض؟ لا هي سلب كبير. يعني هو يعني يكفي أن أذكر لحضراتكم أن أحد كبار علماء الفيروسات من اليابان خرج على الملأ وقال أنا حصل على جائزة نوبل في الفيروسات وأمضيت 4 سنوات في هذا المعهد في الصين. هذا المعهد مشروع مشترك بين الصين وأمريكا وفرنسا وبعض دول أوروبا لإنتاج أوبئة تستخدم وسائل الحرب البيولوجية، وهذا انفلت خرج عن السيطرة، فهذا عمل شياطين. فكورونا لا ما في مصلحة، ما في فائدة، لكن هو ضرر كبير نتيجة ان احنا اولا احنا خسرنا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركنا هؤلاء يعيشون كالأنعام في الأرض لا دين لهم ولا عقل ولا وعي ولا إدراك ولا فهم، همهم الدنيا بمكاسبها المادية الفانية ولا شيء وراء ذلك، قياساتهم كلها مادية محضة، وبيدنا ورقة رائعة لهدايتهم لم نحسن تضيفها، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالإعجاز العلمي والتفسير العلمي في القرآن الكريم. فكورونا لا فائدة بالتأكيد، ليس فيه فوائد لكن سلبياته كثيرة. يعني حضرتك بترجح أن تكون هي حرب بيولوجية، يعني ليس هي حرب، هي يعني تجهيز لحرب بيولوجية. وبيل جيتس اللي هو يعني الناس انبهروا أنه وهب نصف ثروته للفقراء والمساكين واستقال من وظيفته، شيطان من شياطين الأرض يعني. وهناك قيادة للحركة الماسونية العالمية في لندن كتبت عنها الدكتورة زينب عبد العزيز الله يحفظها ويحفظكم جميعا، يعني كتبت كلاما رائعا جدا، حكومة داخل الحكومة، يعني لا سلطان للحكومة البريطانية عليها، يملكون المال ويملكون السلطان ويملكون تجارة السلاح، وفيهم عائلة روتشيلد مشهورة، وفيهم بيل جيتس، وفيهم بعض أثرياء العالم،
الذين لا مقاييس عندهم إلا المادة، كل مقاييسهم مادية محضة. أنا سأربح كام من هذا المشروع، سأربح كام من وراء هذه القضية. بيل جيتس تكلم قبل أن نسمع عن موضوع الكورونا بستة أسابيع، تكلم في محاضرة عامة عن تمثيل انتشار وباء يفني نصف سكان الأرض اسمه الكورونا. من أين له هذا؟ من أين له هذا؟ عالم بريطاني فلكي بريطاني مشهور، يعني نشر كتابا سنة 2003 يقول فيه عام 2020 سيكون بداية الحرب البيولوجية التي تفني أكثر من نصف سكان الأرض. من أين لهم هذه المعلومات؟ من أين لهم؟ نعم، يعني فيلسوف بريطاني مشهور ألقى محاضرة في لندن منذ أسابيع قليلة وفضح هذه المؤامرة فضيحة كبيرة، يعني يقول هذه مؤامرة على الإنسانية، مؤامرة على البشرية، مؤامرة لا تتسم بأي شيء من الأخلاق أو القيم أو الإنسانية أو المشاعر أو العواطف. وواحد إنجليزي منهم نمثالهم. ولذلك يا أخي أنا كتبت مقال عن موضوع الكورونا وبعثه لكم إن شاء الله تقرؤونه. يعني عندي أيضا طبعا الياباني هذا يقول أنا 40 سنة بشتغل على الفيروسات وأنا أجزم أن هذا الفيروس صناعة بشرية ليس أمرا طبيعيا أبدا، لأن لو هو طبيعي كان أثر على بلاد لها نفس مناخ الصين، لكن أجده في بلاد يكسوها الجليد وبلاد صحراء قارية جافة وبلاد مثل الصين رطبة ونديئة، يعني مش ممكن إلا أن يكون هذا عبث به البشر فأخرجوا لنا هذا الفيروس. يعني سبحان الله فضيل الدكتور، كأن الإنسان إذا بعد عن وحي السماء يكون وحشا كاسرا مفسدا، يعني بدون شك بدون شك يعني ينقلب علمه أذن على البشرية كلها وإفسادا. شوف ترامب موقفه، ترامب يعني رئيس أكبر دولة يعني مادية في العالم الآن، يعني يتكلم مقاييسه كلها مادية، المادة فقط، ما في أخلاق، ما في قيم، ما في دين، ما في حساب في الآخرة، ما عنده هذا المقياس إطلاق. نعم دكتور، احنا بمناسبة ان احنا في لن نبعد عن الإعجاز العلمي، لكن بمناسبة ان احنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، ربنا يبلغنا وإياكم ليلة القدر إن شاء الله، وكل أخواننا المتابعين والمشاهدين لنا إن شاء الله رب العالمين. أخ يسأل بقول هل الظواهر العلمية بتستدل أو لها دلالات أو إرشادات أو تعريفات تتعرف على ليلة القدر؟ يعني عندنا في السنة حضرتك كما تعلم هناك دلالات، يعني شرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هدوء الجو ومن سكونه ومن خروج الشمس بيضاء ناصعة يستطيع الإنسان ينظر إليها. هل الظواهر العلمية أو الأبحاث العلمية أو الإعجاز العلمي نظر وتتبع هذا أو حضرتك بحكم تخصصك؟ هو أخي الكريم، يعني قبل أن أجيبك على هذا السؤال بودي أن أذكر نقطة مهمة جدا. يعني العالم الغربي عندما اتصل بالحضارة الإسلامية ويعترف العقلاء الغربيين أنها كانت أطول وأكمل حضارة في تاريخ البشرية، وكان كمال هذه الحضارة هو يعني أخذها بشمولية النظرة مع احترام التخصص. عندما اتصل الغربيون بهذه الحضارة وكل إنجازاتهم انبثقت من محاضن الحضارة الإسلامية، أخذوا المنهج العلمي التجريبي، التجربة والملاحظة والاستنتاج، ونموه تنمية هائلة نقدرها ونحترمها ونجلها، ولكنهم لم يأخذوا الدين، لأن الدين كان قد اهترع عندهم اهتراء شديدا. وبدأت هذه الحضارة الغربية بالمفاصلة بين المعرفة والدين، ولذلك ضلوا ضلالا بعيدا، لأن القضايا الكلية لا تجدي فيها التجربة والملاحظة والاستنتاج. قضايا زي الخلق، الإفناء، البعث، الآخرة، الحساب، الجنة، النار، العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، لا سبيل لهم في التعرف عليها، ولذلك ظلوا ضلالا بعيدا. نحن للأسف انبهارنا بهذا التقدم المادي جعلنا نتبع نفس الأسلوب في نظم تعليمنا، فصلنا الدين عن الدنيا، ولذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لم نتقدم علميا لأنهم فتتوا الدولة الإسلامية، أسقطوا دولة الخلافة، فتتوها إلى 60 دولة ودولة، أقاموا على حكام ماديين صرف يعادون هذا الدين، وطبعا كنا يعني قد التائهين في هذه الحياة. لذلك أنا أقول أن بداية الإصلاح
في عالمنا الإسلامي هو إعادة النظر في التعليم. لابد لكل كتاب يدرس في مدرسة أو في جامعة أو في كلية أن يحتوي الآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بهذا الموضوع، وشرحها شرحا علميا صحيحا غير قاصر على اللغة وحدها فقط، وإبراز جوانب الإعجاز فيها، ونفس الشيء مع الأحاديث النبوية الشريفة، ثم إضافة دور الحضارة الإسلامية في هذا المجال. ثم أسلمت القضايا الكلية التي هدمت بها الحضارة الغربية عقول الناس. يعني تمسك أي كتاب في الفلك مثلا أو في الجيولوجيا، حط في الأول شعار لا أثر لبداية ولا إشارات إلى نهاية، فنفوا الخلق ونفوا البعث ونفوا الحساب والجنة والنار، وبعد صفحات يقول لك محاولات الإنسان لتقدير عمر الكون أو محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض. طب فين لا أثر لبداية ولا إشارات إلى النهاية؟ يعني الخلطة المفاهيم الكلية عند الغربيين فسدت فسادا كبيرا، وانتقل فسادها إلى العالمين العربي والإسلامي فأضر بنا ضررا بليغا. ولذلك أقول بداية الإصلاح لابد أن تكون من شمولية النظرة. المسلم لابد أن يعرف دينه قبل أن يتخصص طبيب أو مهندس أو محاسب أو إداري إلى آخره. الكلام الذي تفضلت به لا يقوم بأحد، لأن الإعجاز العلمي حاولت أن أدخله بعض الجامعات الإسلامية وجدت مقاومة شديدة. يعني جامعة العلوم الإسلامية العالمية هنا في الأردن هي الجامعة الوحيدة التي قبلت تدريس هذا المقرر. الشيخ الأزهر رفض ذلك، الجامعات الإسلامية في الدول العربية الأخرى رفضت ذلك، لأنهم أتباع للغرب، أتباع لا رأي لهم ولا قرار لهم. فلذلك أقول يا أخي الكريم مثل هذه القضايا تحتاج جو إسلامي يعني يشجع على دراسته. وأنا متأكد لو خصص المسلمون نفر من أبنائهم يعني البحاث لمتابعة هذه القضية قد يصل إلى نتائج مبهرة للغاية. دكتور يعني في محاذير في ذهني حضرتك، يعني إما أن تؤكد على هذه المحاذير أو قد يعني تزيل عنها اللسان. أن أشعر أن بعض المسلمين ممن انبهروا بالإعجاز العلمي، ونحن نحب الإعجاز العلمي ونبحث، لكن أصبح رأيت هذا بحكم عملي كخطيب، أن البعض لا تترسخ عنده القضية إلا إذا ثبتت علميا. يعني على سبيل المثال مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع أن في أحد جناح الذبابة داء وفي الآخر دواء مثلا، يعني أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهما بالتراب أو كذا، هو لا يتأثر بالحديث ولا يعيره بالا إلا إذا وجد الظاهرة العلمية يبدأ ينبهر بها، أو إلا مثلا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هو عندما يرى الجبال، أنا هل حضرتك يعني وجهة نظري أن نحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالقرآن ونصدق فهو قطعي الثبوت وكله ثابت من الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي هذه الظواهر لتعطينا يعني اطمئنان وإرشاد، لكن أنا لا أؤمن من أجل أن الظاهرة التي قالت لي هذا، أعتقد عندي آية محكمة ودليل قطعي وثابت. هل حضرتك يعني وجهة نظرك في هذه الجزئية؟ وجهة نظري أن أي كشف علمي يخدم فهم الآية القرآنية الكريمة أو الحديث النبوي الشريف ضرورة، يعني من الخطأ الكبير أن أهمله. يعني تم تصوير الذبابة بالميكروسكوب الإلكتروني الكاسح وظهر يكبر إلى مليون مرة على أحد جناحي الداء وعلى الآخر الدواء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك مدرسة كاملة في أستراليا قائمة على هذه البحوث، وتم تصوير هذا بدقة شديدة بأيدي ناس غير مسلمين. موضوع إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغزلها سبع مرات أولهن بالتراب، ثبت أن التراب فيها مضادات حيوية لم يصل الإنسان إلى معرفتها بعد. وسيدة فرنسية تتكلم عن روعة الحديث النبوي في الكلام عن الماء، أن التراب هذا مليء بالمضادات الحيوية التي يمكن أن تشفي كثير من الأمراض وكثير من الأوبئة يعني التي يعجز الإنسان عن شفائه. فالعلم كل لا يتجزأ يا أخي، فالحقائق العلمية يعني إذا ثبتت ثبوتا قطعيا حرام ألا توظف في تفسير هذه الأحاديث النبوية الشريفة وهذه الآيات القرآنية الكريمة. هل حضرتك يعني سؤال قبل الأخير أنا أتعلم منك،
هل تتفق معي أو تخالفني في جزئية أن الآن وإحنا نعيش في مجتمع في مجتمعات وإحنا نعيش في أمريكا موضوع الكلاب موجودة في كل البيوت وبعض المسلمين أو يعني يقترون الكلاب وبمذهب الإمام مالك أنه طاهر وكذا، هل يستطيع أن نقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أمر تعبدي في موضوع السبع مرات، خصوصا هناك من المنظفات الآن التي تنظف بدون الحاجة إلى تراب، هل ممكن نقول أن هذا الحديث اللفظي تعبدي مثل سلاسا وسبعا وكذا ولا ماشي؟ طبعا لم يكن متوفرا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقاية إلى التراب يعني. فإذا صنع الإنسان منظف يعني يقوم بالتطهير أكثر لا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك أطلاقا. سؤالي الأخير لحضرتك، هل يمكن أن تتعارض حقيقة علمية مع قاعدة شرعية أصولية أو آية قرآنية؟ لا يمكن، لا يمكن. وإذا حدث ذلك إما أن يكون سوء فهم لدلالة الآية أو سوء فهم للحقيقة العلمية، وهذا يحدث كثيرا. أنا في أستاذ مصري يراسلني الآن عن خلق الإنسان، أستاذ فول بروفيسور، وبالرغم من هذا كلامه فيه أخطاء كثيرة جدا، هو غير فهم للآية، غير فهم الآية، وعدم فهمه للآية خلاه يصل نتائج خاطئة تماما. فحسن الفهم مطلوب للنص القرآني قبل أن أربطه بأي حقيقة علمية وبالحقيقة العلمية يعني. والذين أساءوا الفهم في أي من الجانبين أضروا ضررا بليغا. يعني كأنه أستاذنا يريد أن يقول إذا حدث تضاربا ظاهريا بين قوسين ظاهريا بين حقيقة علمية ثابتة، حقيقة غير نظرية، أستاذنا يقول الحقيقة هي التي ثابتة بالفعل وليست في مجال الاختبار وليست نظرية، نظرية شيء. أما الحقيقة إذا ثبت أو ظهر تعارض بين حقيقة علمية ثابتة وقاعدة أصولية أو آية قرآنية، فمعناه أنه إما هناك فهم خطأ لهذه الآية أو الحقيقة الأصولية، أو أن هذه التجربة ليست ما زالت في الاختبار ولم تثبت بعد، لا أو سوء فهم للحقيقة العلمية نفسها. نعم. يعني سوء فهم. نعم. يعني هو لم يفهم دلالة الحقيقة العلمية فهما صحيح. نعم يعني أنا أضرب لك مثل دقيقة واحدة بس. أنا جاني خطاب من شاب مصري في أمريكا، وهذا الشاب قال القرآن يقول عن السماوات والأرض، فقال لها والأرض أتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. والعلم أثبت أن عمر الكون 14,000,000,000 سنة وعمر الأرض 4.6 بليون سنة، فإن فقال لها والأرض أتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. والله رددت عليه بأربع أسطر، وهو كان من زعماء الإلحاد في أمريكا. قلت له الذي يقيسه الإنسان يقيس عمر أقدم الصخور الظاهرة على سطح الأرض، لكن الإنسان لا يعرف عمر الأرض. المنطق يقول أن عمر الأرض من عمر الكون، أما الإنسان يقيس أقدم الصخور الظاهرة على الأرض. فجزاه الله خيرا، رد على رد نبيل، وكانت هذه اللمحة البسيطة سبب في هدايتي واستقامة فهمي. فسوء الفهم أحيانا هو الذي يظهر ذلك. فضيلة الأستاذ الكبير الدكتور زغلول النجار، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والله لا أستطيع، لا تفي كلمات الشكر والتقدير والامتنان، لكنني لا أملك في هذا الوقت طيب المبارك في وقت قبل المغرب عندنا، وأعتقد يعني وقت السحر عندكم يقلب الله الليل والنهار، إلا أن أدعو كل إخواني المشاهدين الدعاء لفضيلة أستاذنا الكبير بالصحة والعافية، وأن يحفظ الله عليه ذاكرته وعلمه وصحته وزوجه وولده وعاقبه، اللهم أمين يا رب العالمين. أمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمك في الحق ولا يستبدلك أبدا. أمين. وأن يوفقك إلى العمل حتى تلقاه ثابتا غير مبدل. أمين. اللهم أمين يا رب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على قلبك وعلى لسانك، وأن يجعلك من الداعين إلى سبيله ومن المدافعين عن كتابه وعن سنة نبيه. أمين. صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم امين يا رب العالمين. اخوانا قبل ان نودع استاذنا، نذكركم اننا ما زالت الحلقه مستمره بعد خروج استاذنا، فمعنا سوف يكون معنا اخ فاضل فضيله الدكتور اسامه ابو رشيد من امريكان مسلم اوف بالستاين، حيكون معنا لمده دقائق يشرح لنا المؤسسه الاسلاميه اللي هي امريكان مسلم اوف بالستاين. بس قبل ان نقدمه نكرر شكري وتقديري لاستاذنا الكبير الدكتور زغلول النجار، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم
غفر الله ذنبكم ونسأل الله أن يكتبنا إياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا دكتورنا الحبيب، يمكنك أن تتفضل. شكرا لك خيرا دكتور. شكرا دكتور. بارك الله فيك. تفضل دكتور. بارك الله. إخوان الأفاضل، معنا الأخ الحبيب هو دلوقتي ميوت، الدكتور أسامة أبو رشيد. مرحبا دكتور أسامة. حياك الله شيخنا، أهلا وسهلا. دكتور أسامة هو حبيبي ووالده حبيبي، وهو من الشخصيات المحبوبة، نحبه، نحب فكره وعرضه. هو أنت حدثت عن الخطباء فهو خطيب، والحمد لله النهارده ظهر بتيشيرت يعني حتى لا ينازعنا في هذه المهنة. وأنت حدثت عن السياسيين فهو سياسي بارع، وأنت حدثت عن الإعلاميين فهذا هو مجاله. أسأل أن يتقبل منه إن شاء الله، وهو دائما يعمل في عمل الإغاثة وصاحب قضية هي قضية الأولى جميعا إن شاء الله. دكتور أسامة أبو رشيد جاء اليوم مندوبا على هذه المؤسسة المباركة أمريكان مسلم أوف بالستاين ليتحدث إخواننا معانا. إحنا في الكوميونيتي، إحنا في أمريكا كلها كوميونيتي واحد، هناك إخوة يبذلون الغالي والنفيث من أجل الحفاظ على الهوية، الحفاظ على المقدسات، ومن أجل الحفاظ على الثوابت. فمعانا هذه الكلمة الطيبة من الأخ الحبيب يذكرنا، وما هو دورنا دكتور أسامة في دعمكم وفي الوقوف معكم، فلستم وحدكم، فكلنا أصحاب هذه القضية إن شاء الله رب العالمين. أكرمك الله شيخنا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية جزاك الله خير شيخنا الحبيب على هذا التقديم، والإخواننا في الاي سي يو سي على هذه الاستضافة. وطبعا مما يضاعف من صعوبة الحديث الآن أن أتكلم بعد فضيلة الدكتور النجار، جزاه الله خيرا على ما يقدم وعلى ما قدم دائما. يعني إن شاء الله حتى لا أطيل، يعني لعلها حالة فريدة نعيشها اليوم بغض النظر عن خلفياتها، حالة فريدة اليوم أننا لا نستطيع أن نلتقي مباشرة. عادة في رمضان تعودنا أن نلتقي مباشرة، أن يكون هذا التفاعل الإيماني والعبادي وحتى التفاعل الرسالي، أين نتحدث عن قضايانا كأمة سواء هنا في أمريكا أو في خارج أمريكا، ويكون هذا التفاعل في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليالي المباركة، خصوصا في العشر الأواخر التي نعيشها اليوم. لكن الله أراد أمرا آخر لسبب ما، يعني ليس هذا موضوعي، لكن سبحان الله نتذكر عندما يمن الله علينا أنه أطعمنا من جوع وأمنا من خوف، أمننا من خوف. الآن بدأنا ندرك أن الأمن أن الأمن والإطعام، أن الرزق، أن كل منحة من مناحي حياتنا هو بيد الله، إن شاء أعطاه وإن شاء سحبه. يعني لم تعد سوريا اليوم التي يسحب منها الأمن فقط، إنما يسحب منها حتى في أمريكا وفي العالم كله. الذي لم يكن قد تفكر في هذه المعاني هذا هو وقته، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذه الليالي المباركة أنا بدأت بهذه البداية لأن هذا القرآن الكريم الذي تنزل في هذه الليالي المباركة تنزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأول كلمة تتنزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ. بمعنى لاحظ، يعني فضيلة الدكتور كان يتكلم عن أنه لا تعارض بين العلم وبين النص الشرعي، وأيضا لا تعارض في القرآن ولا تجد فيه ذلك العوج. هدى للناس وبينات من هدى والفرقان اقرأ مباشرة، لأن علما لا يبنى، أو لأن إيمانا لا يبنى على علم، هو علم، هو إيمان ضحل، إيمان ضحل ضعيف مهزوز. فالآن في هذه الليالي المباركة نتذكر إنه هذا القرآن الذي نزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم جاء بأمر أن نوسع مداركنا وفهمنا وتدبرنا وتفكرنا، نتذكر أنه يقوم على المعلومة وعلى العلم. هذا العمل الذي نقوم به في الأمريكان مسلم فور بالستاين، أننا نأخذ بهذه الروحية، روحية اقرأ ثم يأتي الإيمان، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الناس لا تستطيع أن تصل إلى الحقيقة إن لم يكن هناك علم، إن لم تكن هناك معلومة. وعندما تغيب المعلومة وتغيب الحقيقة فإن التزييف هو الذي يتمكن من عقول الناس. ولذلك بدل أن ألوم من يزيف في أمريكا، ينبغي علي أن أركز على إعطاء المعلومة الحقيقية. هذه النقطة الأولى. لكن هذه المعلومة لن تحقق نجاحا اللهم إن كان وراءها رسالة وتبليغ. ولذلك الله عز وجل لما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، وجاء بأساس الخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخالق واحد، وثم يعطينا علم الخلق. عندما نزله عليه لم يقل له احفظه لنفسك، إنما قال يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر.
يا أيها الرسول بلغ وما على الرسول إلا البلاغ. فإحنا الآن عندنا هذان البعدان في هذه الليالي المباركة، في الليالي التي تنزل فيها هذا القرآن العظيم هدى للناس، مش بس للبركة، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اقرأ أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، هذا القرآن العظيم الذي نتحدث عنه. فهذان البعدان، بعد التبليغ أو بعد المعلومة وبعد إيصال المعلومة، هو ما تقوم به مؤسسة مثل الأمريكا المسلمة في فلسطين. اليوم نحن نتحدث، والله بومبيو كان في 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 الدولة العبرية، ذهب ليعطيهم حق ضم 30% من الضفة الغربية. دونالد ترامب فيما يسمى صفقة القرن أعطاهم القدس وأعطاهم كل شيء. ممكن أن احنا ننظر بالجانب السلبي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث بالرسالة وكل نبي كان يتعامل مع واقع أكبر منه وصعوبات وتحديات. دورنا عندما تقوم بإقرأ ثم بلغ، فإن الله يضمن إن شاء الله رب العالمين أنه سيكون هناك نتيجة إيجابية. الآن لا أريد أن أطيل، أعرف أنه الوقت على سينتهي، لا أريد من الجميع أنه لا ييأس. في الذكرى 72 للنكبة لا نيأس، نحن لازلنا على عهد، لازلنا على قضية، لازلنا نقول فلسطين، لازلنا نقول مثل ما تفضل فضيلة الدكتور الآن قبل قليل أنه حرمة المسجد الحرام من حرمة المسجد الأقصى، هذه حرمة. الذي سيفرط في هذه الحرمة والله سيفرط في كل حرمة أخرى. هذا عملنا، هذا ما نقوم به، أكبر عمل للدفاع عن فلسطين في أمريكا تقوم به هذه المؤسسة. الحمد لله رب العالمين، اليوم عندنا 10 موظفين نقوم بأكبر ما يسمى Palestine Advocacy على مستوى أمريكا. كنا في شهر 3 سنقوم ب750 سيأتوا من حوالي أكثر من 32 ولاية ليدافع عن فلسطين في الكونغرس. اليوم عندنا أكثر من 68 عضو في الكونغرس في المجلس الشيوخ والنواب يعارضوا سياسات ترامب على ظلم الفلسطينيين، قطع المساعدات عن الفلسطينيين، عن أنروا. في تغير في الرأي العام الأمريكي، في تغير في الموقف السياسي. إسرائيل لم تعد قضية ما يسمى كونسنسز، قضية توافق. إسرائيل اليوم أصبحت قضية حزبية. الذي لا يرى هذه الخطوات اللي بنظنها صغيرة لن يرى أين سننتهي. سننتهي إن شاء الله إلى أن نحقق نصرا بإذن الله. أنا معركتي ساحتي أمريكا ليست فلسطين. في فلسطين يقوم لا أستطيع أن أنافسه في تضحيته في فلسطين. اللي بضحوا فيه إحنا لا نضحي بمعشار معشار معشاره، هم ينتظروا منا أن نخذل عنهم نعينهم. هنا هذه الدولة الأهم. إحنا اليوم بإذن الله تعالى، يعني أنا أعرف العشر الأواخر، لا ننسى هذه القضية المباركة وهذا العمل المبارك. طلب مني أخونا أبو عمر أني أقول كيف أنه تتبرع. هذه هي American www.ampalestine.org. هذه اللي حب أنه يساعد إن شاء الله يعيننا. يعني إحنا أنا متأكد حتى المسجد تأثر في التبرعات السنة هذه وكل مؤسساتنا تأثر إخواننا. والله أنا مش بديش تتبرع بس للAMP، تتطلع أيضا على مؤسستك على مسجدك. والله يا إخواننا إذا سمحنا لا سمح الله أنه تنهار هذه المؤسسات، سنعود من حيث بدأنا، سنعود من الصفر. هذه مؤسسات عقود، عقود أخذتنا نورثها لأولادنا وبناتنا. إذا إحنا قصرنا الآن ما الذي سنورثهم إياه؟ مش راح يقولوا والله كانوا خايفين على الدولار والدولارين، راح يقولوا الله يسامحهم ما الذي ضيعوا. إخواننا هذه المؤسسات كلها بحاجتنا، هذا هو أين تستطيع أن تذهب وتتبرع وتعين إن شاء الله. وربنا يتقبل من الجميع، وكونوا على ثقة بأن الله عز وجل بإذن الله تعالى سيرفع هذه الجائحة. بإذن الله تعالى سنعود إلى عملنا. بإذن الله تعالى عندما نقف أمامه سنقول يا رب أدركنا وفهمنا أنه حتى عندما ابتليتنا أدركنا وفهمنا أن العمل هو مفتاح الفرج بإذن الله، لأن العمل قائم على اليقين والإيمان بك. هذا عملنا، هذا دورنا، هذه فلسطين، هذه كل قضية، سوريا واليمن وليبيا وبورما والإيغور والمسلمين والكل. نسأل الله أن يفرج عن الجميع إن شاء الله، ويبارك فيكم ويجزيكم الخير إن شاء الله. كرمك الله دكتور أسامة، ربنا يحفظك حبيبي ويبارك فيك رب العالمين. أنا أثمن على كلام أخويا وحبيبي دكتور أسامة، أن الحقيقة والله يمكن حضرتك تعلم هذا، إحنا كأفراد لا شك أن الكل تأثر في هذه الجائحة، لكن إحنا كأفراد نعيش في داخل المجتمع الأمريكي، يمكن الدولة عملت لنا سبورت ودعمتنا، نعترف بهذا. يعني إحنا كأفراد دينا تسندنا شوية، دينا مشي معنا، لكن المؤسسات يا إخوة والله المؤسسات بالفعل زي ما قال أخونا اللفتة الجميلة، كل المؤسسات هذه خصوصا non-profit organization قامت على جهود وعلى تضحيات وعلى أموال ناس، وأفنت أعمار ناس حتى قامت. أخشى وإن شاء الله لن يكون أبدا إذا تغافلنا عنها وتكسلنا نستيقظ على فاجعة. المؤسسة التي تسقط صعب جدا
أن يأتي بناؤها يعني. لكن أنا أبشرك أن إخوانك ويعني إحنا كلنا إخوان كوميونيتي، فيش كوميونيتيز، إحنا كنا كوميونيتي واحد. إن شاء الله لن يأخذون هذه المؤسسات وسوف يدحون فيها بالغالي والنفيس. فنحن مسلمون، والله سبحانه وتعالى قال لنا في 3 آيات من القرآن الكريم وإحنا بنقرأ أوردنا بنكررهم، ربنا قال لنا في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما قالش مما تكسبون أو مما تدخرون، مما تحبون. وقال وآت المال على حبه، مش الزكاة بس، لا حبه، المال الخاص بك أنت غير 2.5% تاع الزكاة. وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. حتى احنا ما يجرناش حتى مش قضية مسلم بس، احنا أصحاب قضية عدالة. قضيتنا ليست قضية دينية يا جماعة، قضيتنا قضية إنسانية، قضية إنسانية من الدرجة الأولى. نحن ندافع عن جميع الحقوق وعن الحريات وعن الجميع، وخصوصا هذه الأرض المقدسة أرض فلسطين، هي قضيتها قضية إنسانية من الدرجة الأولى. الذي أعطاها الزخم الديني أنها هي مليئة بالمؤسسات الدينية، سواء دينية إسلامية أو مسيحية أو يهودية. فنحن أصحاب قضية عادلة، ندافع عنها بكل ما نملك من الوسائل القانونية والمشروعة، ولن يخذلنا أحد في هذا إن شاء الله. وأمرنا في الله سبحانه وتعالى، ثم فيكم أنتم جميعا. أخونا الدكتور أسامة وضع الصورة ونحن نعملها شير عندي على الصفحة وتكون موجودة. نعم. على هي مرة موجودة مسجد شيخنا الحبيب. نعم. هي موجودة عندنا الفلاير، وإحنا يعني تواصل مع هذه المؤسسة وندعمهم بجهد المقل إن شاء الله، ربنا يتقبل. الله يشكركم إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. أسامة سعدنا بحضرتك، جزاكم الله خيرا. إخواننا المتابعين لنا في كل مكان، أطلنا عليكم اليوم تقريبا ساعة وربع بسبب دكتور زغلول النجار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ما زالت برامجنا مستمرة، الحلقة الثابتة في حديث الصوم الساعة 5:30 عصرا بتوقيت نيويورك، والساعة 9 أيضا بعد الإفطار بتوقيت نيويورك. وبرامج المسجد موجودة معكم، تابعوا معنا ونلقاكم على خير. تقبل الله منا ومنكم، وصلي لهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعدنا دكتور، جزاكم الله خير.